لكن كريم لما سألتك قلبت انت سؤالي وكلمت على الرجاء. أي. ازاي بقى الاهلي يواجه اسلوب لعب الرجاء ورشيد الطوسي اللي اتعدل بعد مباراه حريه كوناكري زي ما انت قلت؟ حلو قوي، حلو قوي، جميل بقى السؤال ده، مرتبط برده بالسؤال التاني اللي احنا سالناه كنا فيه من شويه. وكمان عايز ندلل عن اجابه السؤال ده بصورتين معانا من مباراه ديسمبر. حلو. وهما اللي بيلخصوا الخريطه الحراريه لينا والنادي الرجاء، لو ممكن نستعرضه. طبعا يا امير احنا بنتكلم عن مباراه بتقام في شهر رمضان، وشهر رمضان مهم جدا جدا فيه. انت عارف ان اسلوب التغذيه للرياضيين بيختلف. طبعا اهم حاجه في مباراه بكره ومواجهه الاسلوب في وجهه نظري الدفاعي اللي هيلجا ليه رشيد طوس نادي الرجاء هو الحاله البدنيه لعيبه نادي الاهلي. لان انت هتلاعب فريق هيقف لك في اوقات كتيره نفس وقفه اتلتيكو مدريد قدام مان سيتي في ماتش الذهاب. يا ساتر. في ماتش الذهاب اللي قدامنا على الشاشه دي الخريطه الحراريه للنادي الاهلي في مباراه ديسمبر. كنا طبعا مع بدايه المباراه اتاخرنا بهدف، لك انت فعلا ما فيش حته في الملعب ما جريناش فيها. باينه. ما فيش حته، الحته الوحيده عند محمد الشناوي. محمد الشناوي لو تخلي بالك ده معناه ايه؟ ان نادي الرجاء ما هاجمش النادي الاهلي كتير، وبالتالي لعيبه النادي الاهلي ما راحوش الحته دي كتير. النادي الاهلي في المباراه دي بدنيا هو في وجهه نظري كان العامل الاساسي انه يخلينا متمسكين بالامل اللي كان هيفقده جزار في الدقايق الاخيره زي ما قال قبل اسامه السويسي ما يشحنه ويشجعه. ونجيب الهدف في الدقيقه 92 بتاع طاهر محمد طاهر. ورغم تحجيم جون جاكني ده وقتها لو تفتكر كان لعيبه الاهلي بتتعرض لعنف وخشونه زايده عن اللازم. طب لو جبنا بقى الصوره الثانيه نادي الرجاء واللي في وجهه نظري الشخصيه ربما تزيد كمان بكره، احنا بكره يا ما بنلعبش على مباراه بطوله. دي الخريطه الحراريه نادي الرجاء، اكيد طبعا بالعين المجرده احنا شايفين الفارق تماما. نادي الرجاء تواجد عند نص ملعبه وعنده حارس مرماه كتير قوي بسبب ايه؟ بسبب الضغط اللي عمله النادي الاهلي. فالاجابه على سؤال حضرتك هو مهم جدا جدا ان احنا نكرر الخريطه الحراريه اللي احنا شرحناها دي. مع طبعا الفارق ان احنا المباراه دي كشف رمضان، فبالتالي مهم جدا 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 ان شاء الله للطاقم الطبي وطاقم المسؤول عن التغذيه للاعبين النادي الاهلي يبقى محضرهم بشكل كويس في الفطار ونقلل السكريات وطبعا الحاجات اللي احنا اكيد يعني خلاص اتعودنا عليها طبعا، ونبدا فعلا نلعب بوجهه نظري 45 دقيقه يا امير اللي احنا عملناها قدام نادي الاتحاد السكندري الشوط الاول. واحد من اعظم الاشواط اللي شفتها للنادي الاهلي السنه دي الشوط الاول نادي الاتحاد السكندري. انت بتعمل ايه ببساطه؟ حاطط هاي لاين ديفنس بتاعك قدام منطقه خط الوسط، زانق نادي الاتحاد، نادي الاتحاد مش نادي قليل طبعا، وسكواد سكواد عنده طبعاً. واحده من اقوى السكوادز في الدوري، اقوى القوائم في الدوري السنه دي. نادي الاتحاد انت حاطه قدام اختيارين، لو هتبني الهجمه من عند حارس المرمى انا بضغط عليك. عبد المنصف كان مش عارف، عبد المنصف متعود من ايام تكيس في وادي دجله يطلع انه يبني الهجمه من تحت، انت خانق. طيب النادي الاهلي بيهاجم ونادي الاتحاد قطع الكوره، النادي الاهلي اول ما الكوره بتتقطع على طول لاعب بيضغط. ليه؟ عشان يسترجع الكوره تانية، وبدل ما تستنى الكوره تروح نص ملعبك وتبنيها من نص ملعبك، لا بتبنيها من نص ملعب نادي الاتحاد. انا في وجهه نظري الشخصيه هو ده الاسلوب الامثل لمواجهه ال 3 4 3 او ال 5 4 1 اللي هنشوفها بكره. فاساسها ايه؟ اساسها العامل البدني، وان احنا على طول ضغط ضغط ضغط، ما بنسيبهمش يشموا نفسهم. كل ما نادي الرجاء هيحس ان هو تحت الضغط، واحد هيخاف انه يطلع من نص ملعبه، وكمان هيبقى عنده شك انه يقدر يلعب كوره على الارض قدام النادي الاهلي.